يعطيكم العافية. قبل ما نطلع أي مكان حبيت أحكي لكم عن شغلة اليوم بدي أشوفها وأرجيكم إياها، اللي هم The Lost Canadian أو الكنديين المفقودين. إذا ما عمرك سمعت عن هذا الترم فاليوم حتسمعوا معنا وحتشوفوا، حتشوف قصة حقيقية. خليكم معنا، هينا طالعين ونشوفكم. مرحبا، يعطيكم العافية. هذا الموضوع عن موضوع الهجرة واللجوء. يعني بالصدفة كنت ماشي في الداون تاون وشفت هاي المظاهرة الصغيرة، يعني فيها حوالي 30 واحد عم بيحكوا عن شغلة، فدعوني عشان أدخل وأحكي معهم. فشفت العيلة وتعرفت عليهم، حترككم في آخر الفيديو لبعض اللقطات للمظاهرة أنا حطيتها. عبارة عن عائلة من يوغوسلافيا هربوا أيام الحرب، كانوا الأب والأم وثلاث أطفال أيام حرب يوغوسلافيا. يا جماعة قدموا للجوء، ما بعرف شو صار بالفايل تبعهم، رفض أول مرة. فعاشوا في كندا، ولد إلهم ولدين، ولد وبنت في كندا من هذاك الوقت إلى تاريخه بدون أي أوراق، يعني لسه هم ستيتلس، معهمش أي ورقة في كندا، عايشين هيك أوكي، ومرفوضة أوراقهم. في جولاي، عشان يعني الناس تفكر في الموضوع وأنه موضوع القوانين هون صارمة جدا، في جولاي 2019 دعوا الإميجريشن، دعت الأب عشان يجي على الأوفيس تبعهم وعملوا له ديبورتيشن بدون ما حدا يعرف من الفاميلي. اتصل من الأوفيس قال لهم أنا بكرة عاملين لي ديبورتيشن، اليوم ما بقدر أروح، رح يطلعوني من مطار مونتريال. أعطوهم نص ساعة في مطار مونتريال عشان يودوا الأب. المشكلة ما انتهت هون، لما ودوا روما هذا اللي هو مسلم أصلا ومرته مسيحية كاثوليكية، لأنه أيام اليوغوسلاف كانت شغلة طبيعية، هو من البوسنيا أصلا، بس عشان أيامها كانت يوغوسلافيا كلها، بعتوه اصلا الاميجريشن هون على طياره على البانيا. وصل على البانيا هلا وممنوع يدخل كوسوفو او يرجع على دولته الاصل، وقاعد في البانيا الليجل، ومرته هلا هي معرضه كمان انها يعملوا لها ديبورتيشن. وفي عندهم ثلاثة اولاد معهمش اي شيء، وولدين معهم جنسيه لانهم ولدوا في كندا. موضوع صعب، بحتاج تفكير للناس اللي بتفكر انه الموضوع اوكي انا بدخل على كندا وخلص، بعطوني دايركت لجوء والموضوع سهل. بعرف عدة حالات، في عنا صديق فلسطيني قعد 10 سنين في كندا لما قدر بعد 100,000 محاولة وعناد واصرار منه، الحمد لله حصل على البيرمننت ريزيدنس. بس انا اقول لكم اياها، يعني لو انا الان تسألوه راح يقول لكم 10 سنوات كانت جحيم، لأنه عاش بدون عائلته بدون أهله، كان إنسان مش عايش، يعني مش معدود في بين الناس اللي موجودين حواليه. كان أكثر من مرة قطعوا عنه التأمين الصحي، أكثر من مرة قطعوا عنه التصريح العمل، وضع كان صعب جدا جدا جدا، عاش حياة صعبة. فالإميجريشن سيستم هون مش سهل يا جماعة. بالنسبة لك أنت بيكون كيس حياة عائلة، بس بالنسبة للشخص اللي موجود في الأوفيس هو عبارة عن فايل أوراق شايفها. فإذا أوراقك مكتملة، أوراقك واضحة، يمكن ينظر يقول لك يس. الجاج لازم يكون مقتنع في قصتك. موضوع اللجوء موضوع شوية حساس في كندا وكيف كل دول العالم، بس اللي عم بشوفه أنا صح، في ناس بتنقبل وفي ناس كتير بتنقبل تحت كوتا معينة، بس في كتير ناس حالات بترفض وما بركز عليها العالم والميديا واليوتيوب. يعني هاي القصة صارت قدامي وأنا صراحة منزعج كتير لحالة هاي العائلة والحالات العائلات الثانية، لأنه again كل كيس هذا family، لكن ما باليد حيلة. الله يهدي البال وجمع كل المنفصلين والبعاد عن بعض. سلام. طبعا وانا بعمل بحث عن الموضوع
اكتشفت انه هدول مش بس العائلة الوحيدة اللي عندهم هاي المشكلة، وهاي صارت بعدة عوائل موجودة وناس موجودة هون الليجل لفترة وما حد عارف ماسك ملفهم، وطلعوا اكثر من حوالي 100 عائلة وإلهم اسم حتى في كندا بسموه The Lost Canadians أو الكنديين المفقودين، اللي هم الكندا أو الحكومة ناسي وضعهم. Very much for everybody to come in to support us. I wish you very much, God bless you. I come in here with my husband and 3 daughters from the Kosovo, 1997. After 1 month, we are born 1 boy for the PC, Sebastiano. Canada is the best place on the safety country, yes. And live quiet and peacefully. And my kids have more opportunity to finish the school, to make the dream true. That's the message for Mr. Trudeau. Too many people bring in here, land immigrant. Please save one family. And please return my husband back. We send it to a different country, for the Kosovo. My husband is Roma Muslim. Me, I am Polish Roma. I have two Canadians.